رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بقى عشان نتكلم عن انجاز اللي انا هقوله دلوقتي ده تصنفه في الكوره كده كان نادي مصري كسب ريال مدريد في كاس العالم للانديه بالظبط، ما يقلش عن كده. لما فريق مصري يفوز في كاس العالم للانديه في كره السله على فريق امريكي هي نفس الحاجه. فريق كره السله بالنادي الاهلي الاول النهارده انتصر في النسخه الحاليه من كاس العالم للانديه لكره السله على حساب اجنايت الامريكي بنتيجه 82-76 وسط تألق لجميع اللاعبين وعلى راسهم طبعا نجوم الفريق إيهاب أمين والجندي وسيف وكيجو اللي بيلعب النهارده اول مباراه ليه بقميص الاهلي، والمحترفين في كل اللاعبين الحقيقه عملوا مباراه كبيره قوي. يعتبر فوز الاهلي النهارده ده هو الاول لقاره افريقيا في كاس العالم للانديه بعد 25 خساره، ادي اول حاجه يعني ممثل القاره الافريقيه اول مكسب ليهم النهارده. كمان الفوز المصري الاول على فريق امريكي في اي بطوله رسميه. تاني حاجه مباراه ممتعه كان الاهلي فيها هو الافضل من بدايتها وحتى نهايتها وحقق اول نقطتين ليه في كاس العالم. عندنا بكره مباراه تانية طبعا امام الفريق البرازيلي، طبعا هتبقى لقاء تحدد كمان تخليك تلعب على الثالث والرابع، انت ان شاء الله هتلعب على الثالث والرابع، فيعني مباراه الدفع قويه جدا ثقه كبيره جدا. حصد مصطفى كيجو جائزه رجل المباراه في اول لقاء ليه بقميص النادي الاهلي منذ انضمامه هذا الصيف، وسجل كيجو 10 نقط وحقق الدبل دبل بعد تحقيق 13 متابعه ناجحه. بينما بقى نجمنا ايهاب امين اكثر لاعب الاهلي تسجيلا للنقاط ب 15 نقطه، وليه عمر طارق ب 14 نقطه، ثم نوريس كول المحترف ب 13 نقطه، وكيجو اكثر لاعب الاهلي تحقيقا للمتابعات الناجحه ب 13 متابعه، يليه عمر طارق ب 11 متابعه، ونجح ايهاب امين في تسجيل اربع ثلاثيات كاكثر لاعب الاهلي تسجيلا لها، وليه عمرو الجندي طبعا بثلاث ثلاثيات طبعا ناجحه. وكمان فريق السله ممتع جدا مع اجوستي بوش الحقيقه، يعني مستر أجوستي بوش عمل فرقة بتنافس في كاس العالم للأندية وبتكسب فريق أمريكي، وإن شاء الله يكون لهم إنجاز كبير في البطولة دي. يعني أنا مش عارف أقول لكم اللقاء ده أهميته بالظبط كأن الأهلي كسبان ريال مدريد بالظبط. لمزيد بقى من المفاصيل هنروح لمداخلة مهمة جدا مع زميلنا العزيز محمد ناجي الناقد الرياضي المتخصص في ألعاب الصالات. برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي محمد. أهلا وسهلا عبد الرحمن. أولا قول لي رأيك في مباراة النهاردة ونتيجة النهاردة. أكيد مبروك لكل الناس ومبروك لكل الأهلاوية. انتصار صعب جدا، انتصار مهم، تاريخي، زي ما أنت عايز تقول قول يعني زي لا، وأرقام قياسية كتير قوي. إحنا النهاردة أرقام قياسية، أنت تقريبا احتكرت المناصب بتاعة المباراة كلها يعني. بص أنت النهاردة الفرقة لو هتتكلم أنت ليد على فريق أمريكا من اللحظة الأولى في الماتش. انت الربع الاولاني هم قدروا انهم يطلعوا علينا بونت بفضل ان هو كان في لعيب من عندهم قدر انه يتعادل وياخد وان مور، يعني ياخد رميه حره اضافيه. فهو ده الحاجه الوحيده اللي كان او التوقيت الوحيد اللي فرقه امريكا طلعت علينا فيه بونت. خلصت 21-20 باستثناء كده الاهلي طول الجيم هو ماشي ايقاع الماتش زي ما الاهلي عايز، ودي كانت من ضمن اهم النقط اللي الاهلي كان لازم يشتغل عليها. احنا لو كنا رحنا سكه تمثيل مشرف والكلام ده طبعا ناجح يعني، وغير انت هتلعب الجيم زي ما هم عايزين، لا الامور كانت هتبقى صعبه. كنت هتشوف، انا اتفرجت على الماتش يا محمد، انا شايف مستر اجوستي مش هو اللي بيقود المباراه للطريقه اللي هو عايزها، يعني هو انا بقول من بدايه الجيم وهو فرض ايقاعه انا هلعب بالطريقه دي، انا فرقتي هتنفذ التعليمات اللي واخداها. حتى في بعض الاحيان لو خدت بالك كان بيطلع المحترفين وايهاب امين وهو عارف هو بيعمل ايه كويس، يعني بيلعب تحت الباسكت شويه بيقفل عليهم شويه، يعني انا من الشويه اللي انا اتفرجت عليهم في الماتش لا هو فعلا هو اللي بيقود الماتش للطريقه اللي هو عايزها. يعني انا عارف امتى اريح حتى العناصر الاساسيه بتاعتي والبودله مش هينزلوا، فبالبلدي يعني ابتدى ايقاع الجيم يقع او ان هو الفرقه بتاعتي هلاقي الكيرف بتاعها نزل، لا هو عارف امتى يتدخل، هيتدخل بعناصر هتكون عامله ازاي، اريح بيهم اللعيبه الاساسيه، ابدا ان انا اللعيبه دي حتى اللعيبه اللي ما بداوش الماتش عشان مبدئيا احنا دايما كنا نقول الكلمه دي بالنسبه للباسكت، انت يعني بالنسبه للجيل انت ما عندكش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، فرقه الاهلي كلها نجوم. طبعا انت القصه بس كلها ان الخمسه اللي بيبداوا الجيم بيجي من وراهم اللعيبه اللي من تحت بتريح بقى اللعيبه دي شويه، بتخلي اللعيبه تخش بالجيم واحده واحده. يعني النهارده هو من ضمن ذكاء مستر جوستي انه ما بداش مثلا بكيجو، سابه خالص تقريبا اول كوارتر ونص. ده كيجو ده قصه لوحده النهارده، اول مشاركه ليه مع النادي الاهلي ويعمل اللي هو عمله ده، لا انفجر طبعا. يعني انت وبالمناسبه هي دي مش جديده، يعني علاقه بينهم وبين بعض هم خلاص
حافظين بعض وحافظين طريقه فكر بعض بالنظره. بالظبط. هو كده كده كيجو كان درب يعني كان مستر جوستي دربه وهو بيدرب في الزمالك. ايوه نادي الزمالك اه، وكان كان نسخه يعني مرعبه كيجو لما كان موجود معاه. اضافه قويه جدا لفريق السله الحقيقه كيجو بصراحه. بص مستر جوستي كل العناصر اللي موجوده معاه واللي موجوده في قائمه الاهلي هو قادر ان يشتغل عليهم. اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه دلوقتي، انا حاسس ان هو نسخه الباسكت بتاعت مستر كولر، مش اي لاعب يخش النادي الاهلي، مش اي حد يبقى موجود في السكور، انا اتحكم في كل الفرقه بدون ما حد يفرض عليها اي حاجه، يعني هي النسخه بتاعت مستر كولر في الباسكت بالظبط. صح ده حقيقي. احنا النهارده بقى يعني خلينا نروح شويه لموضوع الارقام. انت كنت طبعا بتستعرض كل الارقام اللي انت كنت بتتكلم عليها دي، ارقام مهمه جدا طبعا لازم نقف قدامها. النهارده مبدئيا الاهلي بيلعب النايت الامريكي ممثل امريكا بطل الجي ليج. الجي ليج ده الدوري اللي تحت الام بي اي مباشره. كل النسخ اللي فاتت يعني انت انا بس عشان يعني في نظره سريعه كده نقول للناس النسخه دي، الناس كانت فاكره ان دي النسخه الثالثه او الرابعه من كاس العالم او انتر كونتيننتال. لا دي النسخه الثالثه والرابعه بمشاركه افريقيه بالطريقه دي. الله ينور عليك. دي النسخه رقم 33. النسخه البطوله الاول كانت بدات انها بتبقى عباره عن بطل اوروبا بيلعب بطل امريكا الجنوبيه على غرار نفس الفكره بتاعه كره القدم اصلا زمان. كان بيبقى نفس القصه ان هو بطل انتر كونتيننتال. الله ينور عليك. بطل امريكا الجنوبيه مع بطل اوروبا بيلعبوا بعض. بعد كده الاتحاد الدولي حب يحط بقى انه لا لازم الامور تبدا تاخد ان القرارات الثانيه دي ما لازم تشارك، لازم يبقى ليها ممثل ولازم. فبدات القصه ب 2021 اللي كان الزمالك كسب فيها بطوله افريقيا تحت رعايه الام بي اي، فكانت دي اول مشاركه لفريق افريقي. الزمالك بالرغم من البطوله كانت موجوده على ارض مصر وعلى صاله الدكتور حسن مصطفى ما قدرش يفوز باول ماتشين اللي هو الماتشين اللي لعبهم. خسر من بورجوس الاسباني بطل اسبانيا وبطل الدوري الاوروبي في مباراه الافتتاح. بعد كده خسر من ليكلاند ماجيك الامريكي في المباراه الثالث والرابع. السنه اللي فاتت كان اتحاد المنستيري التونسي كان هو بطل بطوله البال رقم 2 وشارك في كاس العالم للانديه السنه دي. البطوله اقيمت في فبراير 2023 احنا فيه عشان هم كانوا عايزين يبداوا ان خلاص هتبدا البطوله تبدا تركب على نفس المواعيد اللي الاتحاد الدولي عايز يبدا يحطها، لان احنا كده اوريدي في عندنا نسخه من بطولات البال موجوده بس ملهاش مكان. فبناء عليه حطوا ميعاد البطوله في شهر 2 اللي فات. هذا المنستير شارك في البطوله كانت بتلعب في اسبانيا، خسر برضه نفس الماتشين برضه من بطل اسبانيا وبعد كده من بطل امريكا. الفروقات كانت كبيره جدا. انا عايز اقول لك انه الاتحاد المنستير خسر 112 42 فكان اداء صعب جدا لممثل افريقيا. يعني انت بتتكلم في انه تريبل رقم يعني الموضوع صعب جدا يعني. فالناس كلها النهارده متخيله انه يعني الجيم هيكون اسهل ما يمكن، انه الاهلي هيكون خاصه كمان ان عايز اقول لك ان كان الممثل العربي اللي موجود معانا في البطوله كان عنده ماتش اللي هو نادي المنامه البحريني، كان عنده ماتش الافتتاح النهارده في المباراه قدام نادي بون تيليكوم الالماني خسر 105-50. فيعني بتتكلم في 55 نقطه فرق. الاهلي طول الجيم انت انا واحد من الناس كان عندي يقين انه الحظوظ قريبه، ما بقولكش ان انا كنت يعني لا انا اتفرجت على الماتش يا محمد انا حاسس ان احنا قريبين دايما واحنا اللي راكبين احنا اعلى كمان يعني. ده حقيقي. بص انا بقول لك انت حتى ممكن تقول ايه انه هيجي في وقت مش هنبقى موفقين مش عايزه تدينا، طيب البدني ممكن ما يساعدناش لكن انت النهارده لا بامانه انت كل حاجه معمول حسابها، انت اللعيبه نفسها مصدقه. والكلمه دي انا كنت لسه بتكلم فيها امبارح كنت في 10 لا ده الكوارتر الرابع لو تاخد بالك يا محمد ايهاب امين نازل لا بيلعب بيبطئ الريتم عشان احنا فارقين 7 نقط وبتاع. انا خدت بالي ان احنا بتتحكم في ريتم الماتش، ريتم الماتش بقى بتاعك يعني. فبقول لك امبارح كنت بتكلم عن هاندي وكريم في نفس النقطه انه الاهلي جاي مش راهب فكره ان المشاركه في كاس العالم للانديه. انا عندي 5 لاعبين من ضمن لاعبيه الاهلي الاساسيين كانوا موجودين مشاركين مع منتخب مصر في كاس العالم للمنتخبات اللي لسه خلصانه من 20 يوم يعني. وانت اللعيبه نفسها قدرت انها تحقق انتصارين في كاس العالم للمنتخبات لاول مره في تاريخ مصر من 25 سنه 23 سنه من فتره بعيده يعني. طب ده هيوديني ليك معاك، هل الفروق الفرديه بتاعتنا بقى دلوقتي لعيبتنا فرديا الناس اللي جت من امريكا ودرست في جامعات في امريكا ولعبت باسكت في امريكا زي ايهاب امين مثلا وغيره كتير وعمر طارق وعمر طارق الناس دي فرقت معانا فرديا في الفروق الفرديه اللي كانت بيننا وبين الناس اللي بره دي؟
اكيد اكيد، وهو ده كان من ضمن الحاجات حتى لما كنا بنتكلم على كره السله المصريه بشكل عام، مش على انه هو اكيد الاهلي الدعم الاساسي لمنتخب مصر وللمنتخبات الوطنيه في كل الاعمار السنيه يعني، لكن احنا هنتكلم على انه كره السله المصريه انت عشان تقدر تقول بقى ان انا اقدر اروح لمكان كويس ومكان بعيد في كاس العالم، خصوصا ان انت احنا السنه دي كان كاس العالم كان حظنا بس وحش في انه هو بصفه مباشره مؤهل للاولمبياد، فانت مشينا كويس وكنا في منافسه قويه جدا بيننا وبين جنوب السودان لغايه الامطار الاخيره. احنا القصه كلها ان احنا كنا محتاجين نفوز بعدد نقاط معين عشان تقدر تضرب الرقم اللي هتكون جنوب السودان. برضه نوضح حاجه محمد، ان فرق جنوب السودان دي محترفين كلهم، واحنا كنا واخدين منهم محترف يساعدنا في وقت الدراسات يعني. نوني يموت مظبوط، وكان واخد افضل لاعب في بطوله افريقيا مظبوط، عشان بس انت بتيجي في دماغك السودان، لا السودان دي اطوال مش سعاديه ولاعيبه باسكت مش عاديين يعني. لا ومش اطوال بس، مرونه، رشاقه، قوه، سرعه، كل المواصفات. لا والدليل على كده ان في ثمانيه منهم موجودين في ام بي اي، والباقي في الفريق في الدوريات الاوروبيه ودوريات كوريا، دوريات تنافسيه ودوريات قويه جدا ومستويات عاليه. ف يعني مش جنوب السودان مش اللي هي حد قليل او انت بتتكلم على لا 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 لا، ده دي ده فرقه كبيره جدا في افريقيا يعني. طبعا طيب هتكون منافس قوي جدا طبعا في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. بص قول لي بقى، بكره احنا معانا لقاء مع الفريق البرازيلي، واللقاء ده ممكن يحطك ان انت تلعب على ثالث ورابع وبتاع والجو ده، قول لي فرصنا في الماتش ده ايه؟ ماتش الفرقه البرازيليه دي قوتها ايه؟ هو بعد اللي حصل النهارده الناس بقت احلامها وطموحاتها مش ان انت توصل، لان انت حتى الناس شايفه انه لا احنا نوصل فاينل بكره. اوصل فاينل، انا ما لو كسبت بكره يبقى انا ضمنت وصلت فاينل. بالظبط. يعني في سريع كده عشان نقدر نشرح للناس نظام البطوله، هي البطوله مقسمه لست فرق، ثلاثة في المجموعة الأولى وثلاثة في المجموعة الثانية. احنا هنتكلم على مجموعتنا احنا، الأول فريق الأهلي وإجنة الأمريكي وسيسي فرانك البرازيلي. الأهلي خلاص قدر إنه يحقق أول انتصار، ده يحطك إن أنت تلعب ثالث ورابع دايما. الأول انتصار ده ممكن أنت كده ثالث ورابع، أنت على الأقل مينيمم مينيمم رايح سكة إن أنت ثالث ورابع. كسبنا بكرة أول وثاني أوريدي، هتبقى أول وثاني، لأن أنت الأول من مجموعتنا هيلاعب الأول من المجموعة الثانية، واللي هو بنسبة كبيرة جدا هيكون بون الألماني، بون تيليكوم الألماني بفروق كبيره، لان كمان كره السله الالمانيه تطورت بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، والدليل على كده ان منتخب المانيا قدر ان هو يفوز بكاس العالم. مظبوط. النسخه اللي لسه خلصانه بنتكلم عليها من 10 ايام ولا حاجه، انه المانيا قدرت انها تفوز بلقب بطوله العالم بعد مشوار طويل جدا من النجاحات، ما خسروش ولا مباراه طوال مسيرتهم في كاس العالم. بعد كده نتكلم برضو حتى انه امريكا بعنفوانها وقوتها دي، الدليل انه كرة السلة تتطور بشكل كبير جدا. امريكا بعد خسارتها لانه بلقب كاس العالم وانها ما تقدرش انها تتحقق على تحصل على ميدالية في كاس العالم، جمعت فريق الاحلام زي ما بيقولوا وهيشاركوا بيهم في الاولمبياد. يعني انت هتلاقي بقى ليبرون جيمس وهتسمع اسماء. لا خلي بالك كمان امريكا كرة السلة. امريكا سنويا في الام بي اي انت بتستقطب اللعيبه الافارقه كلها الجامده، اللعيبه الاوروبيه كلها الجامده، فاوريدي هو الام بي اي قوي جدا بالمحترفين. لكن منتخب امريكا نفسه هتلاقي لا، ممكن يكون في منتخبين منافسين ليه كتير كمان، لان الام بي اي اغلبه بقى محترفين دلوقتي. بقى اغلبه محترفين بقى في عندك فعلا، بس لازال هو انت القصه طبعا الدوري الاقوى والمنتخب الامريكي الاقوى ده كده كده في العالم يعني. بس لعيبه امريكا ما بتحبش كتير انها تروح تلعب كاس عالم، تروح تلعب يعني بتبقى شايفه عشان تجاريا هم ده كوميرشال وايز يعني. لا الام بي اي عندهم فلوس كتير قوي، واي حاجه تانية ارخص من الام بي اي يعني، هم بيبصوا لها كده. ده حقيقي يا عبد الرحمن، يعني انت الام بي اي انت نجوم الكوره العالميين، احنا بنتكلم بقى انه نيمار على ميسي على كريستيانو على اسماء، كل دول هناك بالباسكت ام بي اي على طول. هو نفسه الواحد يعني، هو اصلا الراجل ده حدث، فبالك بقى ده رايح يحضر بيتفرج على ماتش في الام بي اي مثلا، ممكن يكون في الماتشات النوك اوت، يعني مش رايح يتفرج على الفاينل بتاع ماتشات ام بي اي. هو بالنسبه له لانها متعه كبيره جدا، ونفس الاجواء بتاعت الماتشات هناك بتبقى احتفاليه، بتبقى حاجه فعلا بجد يعني مبهره. وهم شاطرين جدا في التسويق للبطوله دي يعني والحدث ده. طيب اديني توقع لمباراه فرانكا البرازيلي بكره محمد. مفيش اي توقعات عشان نبقى
احنا اكيد كلنا عندنا يعني امل وعندنا احساس كبير ان شاء الله ان احنا نقدر نكسب، خصوصا ان انت يعني عملت الاصعب، بس المشكله ان ماتش بكره ماتش صعب جدا في كذا نقطه هقولها لك سريعا. اول حاجه ان انت ما فيش وقت انك تقدر تعمل ريكفري بشكل مميز، اعتقد انه مفيش يوم حتى يعني تاني يوم الماتش على طول. خلاص انت مش انت ما حتى مش هيعدي عليك 24 ساعه، انت الماتش بتتكلم انه بتوقيت سنغافوره خلص 9، هم هيلعبوا بكره بتوقيت سنغافوره الساعه 4 ولا 5، فانت يعني ما عندكش عليك 24 ساعة. فعلا انت احنا عندنا الماتش كان بادئ النهارده الساعه 2، انت الماتش بكره 10 الصبح، فقول الماتش خلص 4 العصر بتوقيتنا احنا، بكره الماتش يخلص الساعه 12، يعني انت بتتكلم في حوالي 18 ساعه فرق. انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا دي، فعلا بدنيا هتفرق طبعا، بس طبعا كل المباريات كانت بتتلعب في نفس التوقيتات تقريبا مش كده؟ مظبوط. بس هو كده كده هم النهارده كانوا مريحين، يعني فرقه سيسي فرانكا البرازيلي كان كده كده ما عندوش لعب النهارده، دي عندهم فرصه. تصدق دي بقى حاجه مهمه جدا ان هم عندهم فرصه عندك دلوقتي في الريكفري، وان هم في حاله استشفاء اعلى منك بكتير. بالاضافه لكده هو شافك، هو اتفرج عليك في الملعب. بس احنا روح الفرنه الحمراء خلي بالك برضو، احنا هنبقى تقال اول ماتش ده. الاهلي بص انا الكلمه دي والله كنت يعني دايما بتكلم فيها مع شجع الاهلي، وما تخافش مالكش دعوه، انت اللي عليك اعمله وما تخافش على الاهلي، الاهلي كده كده هو عارف تكتب، بيلاعب بقى بطل امريكا، بيلاعب بطل البرازيل، بيلاعب اللي يلعبه، انت امن بس بحظوظ فرقتك، يعني انت خليك انت كمشجع خلي عندك الامل ان فرقتك دي تقدر تكسب، انت هتلاقي ده موجود في ارض الملعب. انا كاهلاوي طموحي في اي فرقه بتلبس احمر ان هم واصلين لاعلى مرحله، ده كاهلاوي يعني. انت خلي بالك انتصار النهارده ده صدقني هيحط العاب الصالات في الاهلي كلها في حته ثانيه خالص خلال السنين الجايه، لان انت عندك مشاركه السنه دي، انت عندك ثلاث فرق هتلعب كاس عالم. فرقه الهاندبول احنا هناخدهم بس واحده واحده، عشان هي فرقه الهاندبول اللي هتكون جايه ورا فرقه الباسكت مباشره. بعديهم الكوره. في كاس العالم فرقه الهاندبول كده كده اوريدي معلقه ميداليه في كاس العالم، لكن هي لما هتبقى شايفها فرقه الباسكت في ظل الصعوبات اللي لانه والفروقات كمان اللي بين الباسكت المصري وبين الحاجات الثانيه اللي باللعيبه دي بعيده جدا. صح. وانت وصلت ان انت بتكسب بطل امريكا، ووصلت ان انت ممكن يعني ان شاء الله ده يحصل وبكره ان شاء الله نقدر نكسب وتبقى بتلعب على اول وثاني العالم، هيخلي فرقه الهاندبول تقول لا طب انا كده رايح كاس العالم دي انا لا طب وانا مش هروح حتى اقول بقى ناخد رابع اخد تالت، لا حلمي ان انا اخد اللقب زي الفرقه بتاعت الباسكت، فرقه الباسكت مش اقل مني في حاجه او مش افضل مني في حاجه، انا كده كده انا لازم هشتغل على نفسي. فبقول لك هيحط الالعاب الصالات في حته ثانيه خالص، انتصار تاريخي، انتصار كبير جدا. انا الواحد من الناس بعد ما الماتش خلص كنت حاسس ان انا نزلت في حلم، اللي بيحصل يعني اللي الاهلي عمله ده خارج التوقعات وخارج اي بس إيه يعني انت عندك يقين ان انت كاهلي يقدر ينفذه ويقدر يحققه. يعني يا محمد فعلا كل كلامك صادق، وفعلا كل جمهور الاهلي حاسس الاحساس اللي انت حاسه ده. انا بشكرك يا محمد على التغطيه الوافيه ديت، وانت فعلا اضفت لنا كتير جدا في الكلام عن فريق الباسكت وباقي العاب الصالات. فعلا الهاندبول هيلعب بطوله العالم وهو هدفه انه يبقى ياخد البطوله. النادي الاهلي لكره القدم كمان المره دي عنده بطوله العالم، والمره دي قرعتنا حلوه مش في صف البطل اوروبا، فدي نقطة مهمة جدا. قبل ما نسيب أخبار النادي الأهلي تعالوا نشوف نتائج الأسبوع اللي فات وهنلعب مين الأسبوع اللي جاي في مختلف ألعاب الصالات. يلا بينا نروح نشوفها بسرعة.